قصينا البتنجالة ليمون زويدة على الاخر باش نطوحوها، زيت زيتونة، ثوم مرحي، كمون، ضربة ملح، وكالعادة ما تنسيوش عصرة قرفة. سلطة البتنجان حاضر غريبة. سلطة البكرة مع الطريقة متاعي تبعني مليح، باش ناخذ ياغورتا ناتوريل ملح فلفل أكحل زيت زيتونة ونرقص بكراب عادي جدا نصبتوه بالقشرة متاعو طحيلو القشرة وتقصو فيه باهو ونخلطوه في الصوص متاعو هكا هو صوت بترف حاضر كي العادة 10 قرص واللي باقي سلات افوكا خبير ولازم شوية نقنيقة باهي الافوكا باش نغطسو شوية مع شوية زيت شوية كمون شوية ملح فلفل أكحل وأكثر حاجة تمشي مع الأفوكا هي حاجة حلحلة شوية أو شوية فلفل شيح وهذه نغفسو الكل مع بعض نزيدو شوية ثوم عصرة قرص في الاخر بكل شرمي وفيها شويه شبريت مصموط السلطه نتاعنا حاضره تنجموا البريزونتاسيون تاخذوا الميلونج اللي عملناه وتعاودوا تعبيه لي كوكي تجي بريزونتاسيون حلو كي نشوفوا السلطه هذه ما صعبه باش نعملوا سلاد روكيت طوماط سوريز روكيت هي زنجير دونك نطفو الروكيت نتاعنا نزيدو عليها شوية طماطم الجبن الأبيض المخصوص هذاك تستوري ياسر بنين زيت زيتونة ملح فلفل أكحل في الأخر بكل لازم شوية فينيجر بلزامين ديت يحط صعيبة حضر صعيبة هذي بعد لي زو ميموزا صغار يموتوا عليهم تتعمل لي ذولي في 30 ثانية نطيبوا العظام ريكيبيريو الأصفر حطوه في صحفة الأصفر نتاع العظام باش نزيدوه شوية موتار شوية زيت زيتونة شوية تن وشوية كبار نقلب كل شوية مع النص تو باش نعاودو نعديو العظم وفات اللي بعد
نكلوها الخضره اللي دخلناها الفور طابت خرجتها من الفور بردت تو باش نفوحوها زيت زيتونه كباب زيتون اكحل ندخل بكل شويه فينيجر بلزاميك وضربه مع نص حضره صغير سلطة بسبيس ياسر صعيب ياسر صعيب ناخذ البسبيس ونقصوه هكا زيت زيتونة ملح شوية فلفل أكحل قارص ريت مصابها في الاخر بكل ضربة مع النوش وفيت سلطة نمشيو شوية للهبال توا سلطة مخلطة اكزوتيك على فرنساوية على تيسيرية نبداو بالخس باش نحطو سبناخ ني سبناخ ني اما صغير بالكل بيبي شوية جرجير عندي شوية مايس مع شوية زوز اللي مش نلقاه باش نحطو برجولية اللي فما باش نحطو شوية دجاج مصموط صدر دجاج مصموط في مي هكا هاو أناناس زبيب عندي شوية رمان حط والله نعرف في تو قاعدين تقولوا ملا محبوب والله يا بني سلطة فيهم كل اقسم بالله نزيد عليها شامبينيون ناي اي ناي مش طايق في الاخر بكل عندي لو فروماج بلو الجبل الازرق هذاك يبان على الاخر ومالح على الاخر وذاك عليه ما تحطوش ملح وش الاخرى عصرة برتقال كيما نعرف واللي هجرني ما وختامها مسك سلطة القرنيطة اللي عندي انا من ابان سلايط التونسية القرنيطة باش تصمتوها بالكدا ومن بعد كيما هكا باش تقصوها كروب صغار ياسر ساهلة راه باش نزيدو عليها شوية بصل مقصوص هكا شوية ثوم روس مقصوصين جويدين على الاخر ما تكثروش برشا على المطعم شوية طماطم مقصوصة جويدة معدنوس زيت زيتونة وعصرة قارص وسلطة حضرة وسلطة كل حضروا إن شاء الله رمضانكم مبروك تعبت شو لا يتعبت قدما اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بقلبي